بس شفتوا الكلام اللي قالوه امبارح ان مفيش اسعار نزلت، اسمعكم بقى فورا المستشار نادر سعد وهو بيقول ان الدوله نجحت في ايقاف الزيادات، وانت صدق بقى يعني ايه؟ انا هعمل زي عادل امام في النوم في العسل، انا الناس اهي وانتوا اهو، يلا بقى صدق اللي تصدقوا. مستشار نادر سعد امبارح مع الاستاذ احمد مصيم هو بيقول لك الدوله نجحت في ايقاف زياده الاسعار، اسمع بودارك. الدوله المصريه نجحت رغم ان الازمه لا تزال قائمه وتداعياتها السلبيه لا تزال تؤثر على الاقتصاد العالمي باكمله، نجحت الدوله المصريه انها توقف هذه الزيادات والاسعار تتراجع اللي كانت ارتفعت في الاسبوع الماضي، الاسعار بالمقارنه بهذا الاسبوع اقل من الاسبوع الماضي، وده في حد ذاته نجاح، وده يعطينا امل ان شاء الله هناك ضوء في نهايه النفق، ان هذه الازمه مؤقته، وحتى في ظل يعني اوج هذه الازمه لا الاسعار بدات تنخفض مجددا في مصر. الاسعار نزلت، انا عندي المتحدث باسم الحكومه يا جماعه بيقول لكم الاسعار الاسبوع ده اقل من الاسبوع اللي فات. اصدقك انت بقى اللي بتبعت لي من الصعيد ولا من اسكندريه ولا صدق متحدث باسم الحكومه؟ صدق متحدث باسم الحكومه، دي الحكومه اللي بتقول كده يا باشا، بتقول لك احنا ظبطنا الدنيا والحمد لله الاسعار نزلت والاسبوع ده غير الاسبوع اللي فات. وكمان بيأكد المعنى اللي قاله اللي حصل في الاجتماع النهارده انه هيحطوا سعر استرشادي للرغيف صعودا وهبوطا، لكن ده مش مهم. انا بالنسبه لي المهم انه قال لك ان المواطن يدفع قيمه 5% من قيمه الخبز المدعم من الدوله. يعني الرغيف دلوقتي بقى بجنيه. ما هو 5% انت بتشتريه بشلن. مظبوط؟ انت بتشتري الرغيف بشلن. الاول من اسبوعين ثلاثه قال لك الرغيف بيتكلم 65 قرش. واحنا طلعناهم كذابين بالارقام. دلوقتي بقى الرغيف يتكلف جنيه. الرغيف ابو شلن ده لا استغفر الله العظيم ما بقولش على نعم على نعمة ربنا حاجة، بس رغيف ابو شيلن ده اللي ما يتاكلش بيتكلف جنيه، واحنا بنبيعه بشيلن، فاحنا بندفع انت كمواطن بتدفع 5% والدولة بتدفع 95%. تبقى كده الدولة كسر عينك. ما تفتحش بقك بقى، عايز ايه تاني؟ بس يا استاذ انا ما باخدش العيش ابو شيلن. انت لسه حضرتك بتقول ان كل الناس بتاخد العيش ابو 75 قرش الصغير وابو 2 جنيه الكبير. معلش هنشوف الحكاية دي بعدين. خلونا نسمع كلام سيادة المستشار نادر سعد. طبعا طبعا ده قصة تانية، الرغيف المدعوم اللي سعره طبعا لم يتحرك منذ 34 سنة، والمواطن المصري بيدفع فقط ما قيمته 7% من تكلفة هذا الرغيف على الدولة. ده 7% ده ايه؟ ده بالأسعار القديمة بتاعت القمح اللي قبل الزيادات. نعم. طبعا السعر الزيادة الأخيرة ده رفع سعر او تكلفه الرغيف المدعم على الدوله، وال 7% دول اصبح بقى المواطن يعني يمكن بيدفع حاليا 5 او 4% من القيمه الحقيقيه او التكلفه الحقيقيه للرغيف المدعم اللي سعره ما اتحركش من 34 سنه. شفتوا بقى الحكايه انه بيتكلف 5 ساغ والحاجات دي كلها. الاستاذ بس عشان ما اقعدش اطول كتير فيه، معانا التصريحات كلها واكيد شفتوها مش عايز اطلعها كلها، لكن من ضمن هذه التصريحات قال ان اللحوم المجمدة ما زادش سعرها، مع انه الاسبوع اللي فات احنا نشرنا عبر موقع القاهرة 24 وعبر كل المواقع الاخبارية بتاعتهم انه تم زيادة سعر اللحمة من 70 ل 120. بس هو قال ما زادتش، فطبعا ان شاء الله فيديوهاتكم على ما تجهز هتردوا عليه، يا جماعة انا في حيرة، انا راجل عايش في تركيا. مش عارف اللي بيحصل في مصر، انا عندي دلوقتي يا جماعة رأيين. والمواطن اللي بيتفرج على الاستاذ احمد موسى اذا كان لسه في حد بيتفرج عليه يعني عنده رايين، عنده راي متحدث باسم الحكومه بيقول الاسعار ما غليتش، وهو لما بينزل السوق بيشوف حاجه تانية. فالله يكرمكم يعني حطونا في الصوره.